احنا في المطبخ مع نقول الشيف امل شيف قال ترى حريفه خذيت اللقب متاع الشيف اليوم وراح نسوي ان شاء الله معها وصفتين تونسيه نبغى نعطيهم في البدايه بس اسم الوصفتين قبل ما نبدا هذا طاجين بجبن ودجاج جميل طاجين بجبن ودجاج ايه هذا بيكون فيه يعني هيك برشا انواع متاع جبن اي انا شايف ما شاء الله في ثلاث انواع ايه سخام متاع جبن فالوصفه الثانيه الوصفه الثانيه هي عصيده بوفريوا اوكي نمشي على المكونات قبل ما نبدا هاي يلا عندنا الجبنه أوكي. بانواعها وانواعها عندنا الدجاج اللي هو صدر الدجاج اوكي ومعدنوس تقولون انتم بقدونس ايوه بصل حلو بيض مسلوق بهارات جميل والزيت والماء ممتاز يحتاج شويه ماء وبيض ما شاء الله شوف البيض هذا احنا التوانسه يعني ياسر ناكلوا البيض والتونة فالبيض هذا أكلنا اليوم أساسي. لازم حاجة أساسية أوكي على السريع كذا عشان اللي ماشي معنا في أيوة. المقادير فموية وزيت بصل أخضر هذا كنا فلفل أسود فلفل أسود تيبل كركم تيبل وشو تيبل تيبل بهار تونسي خلطة بهار تونسية أوه. أيوة حلو يعني شو نسيت ما نعرف شنو تقولوا له بال خلطة بهار يعني خلطة بهارات تونسية تيبل. كركم ملح كركم ملح بصل وبيض وبقدونس ايوه وعندنا طبعا قولها بالتونسي معدنوس معدنوس ايوه خلاص من الحلقه هذه كلها بقولها معدنوس معدنوس وعندنا تشيدر جبنه أيوة. تشيدر وجبنه بالقشطه وجبنه موزاريلا من المراعي جميل وطبعا دجاج اليوم ما شاء الله ثلاث انواع جبن والله هذا انا الدجاج كل يوم اكلي اليومي هذا صدور الدجاج والله. صح والله حتى انا بيفك ازمه اصلا لا والله كل يوميا بعد الجيم بروح باخذ هذا يعني بالذات هالبراند وبروح صح جودته ممتازه والله طيب يلا انا السو شيف ان شاء الله اليوم ها يلا مساعد الشيف يلا اعطيني الخطوات وبساعدك ان شاء الله واتس وش الخطوه الاولى نقطع الدجاج سكينه اوكي نقطع الدجاج يلا حلو كم يلا. نحتاج تقريبا اعطينا صدرين ايه اوكي تمام بس ما شاء الله يعني شكلها ما انت بجديده على المطبخ لا ايه من زمان وانت تطبخين انا بطبخ بحب يعني هالوصفه هي الطاجين عملتها وانا صغيره كانوا بالبيت يضحكوا يقولوا لي هتطبخي هتطبخي والله العظيم طلع اطيب من اللي تعمله امي يعني امي تو بتتفرج بش تقول لي ها اطيب ايه تزعل عليك الحين وتسوينها بال هل في طاجين قدر معين خاص باهل تونس نفس يعني اللي يصير بالفخار والحجر لا يعني الطاجين بالمغرب هو الطاجين بيحطوه بالفخار بس نحن هذا مثل الكيك بس يكون مالح اوكي فهيك انت كنت حتقطعهم هيك صغار لا بالمهاره هذه ما كنت حتقطعهم هيك شوف مهاره جميل طيب هل نجهز شيء هنا ايه ما شاء الله قربتي تفصلين الدجاج حط زيت ونسخنه اوكي زيت نباتي ها ايوه حلو جيني حط زيت زيت شويه بنحط البصل اوكي نبدا بالبصل ايوه يا سلام يا سلام انا احط شويه بصل اخضر كمان حلو بصير طيب ومين اللي علمك فتح لك باب المطبخ وعلمتي وصفات وطبخات وكذا بحب كنت دائما بشوف امي هيك وبراقب اعطيني هيك تعلمت حلو. أعطيني متى أنزل الدجاج و فينا نزيد شوية زيت أوكي نقطة ولا أنتم نقطة أيوة تمام فبنحط الدجاج حلو فبدينا في الزيت بعدين أضفنا البصل بعدين البصل الأخضر والآن أضفنا دجاج أيوة. اللي قطعته أيوة.